تعالوا نشوف مع حضراتكم دلوقتي لقاء على هامش انعقاد القمة العربية بالأمس بالبحرين مع الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الخليجي السيد عيسى العميري، أجراه زميلنا موفد القناة الأولى محمد عبد الله. برحب حضراتكم من هنا من المنام عاصمة مملكة البحرين، حيث انعقاد القمة العربية 33 على مستوى القادة وزعماء العرب. لفات ملحة وقضايا هامة للغاية معروضة على طاولة الزعماء والقادة العرب، نقرأها ونخوض فيها في غمارها مع الأستاذ أو الدكتور عيسى العمري المحلل السياسي الكويتي والكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الخليجي. أهلا بحضرتك يا أهلا فيك سام. بالتأكيد قضايا ملحة مطروحة على طاولة القادة والرؤساء العرب، كيف ترى هذه القضايا وأولوياتها فيما يتعلق بالنسبة للظرف الرانج بالتأكيد الظرف الفلسطيني؟ مع الاستضافة والشرف لي أن أكون ضيف، والشكر موصول لكم على قناة لما لها من طرف معتدل ومصداقية. في البداية طبعا القمة يوم 33 عقد الحين البحرين تحديد المنامة في 16 مايو 2020، أتت قمة طارئة، قمة استثنائية، قمة ذات أبعاد خليجية عربية لحمة عربية صح التعبير، وتنطلق من القضية الأولى والأساسية والمحورية القضية الفلسطينية، وتركز على أبعادها. خلال 6 أشهر الماضية رأينا بأن الدول يعني كل مالها إسرائيل تتوسع في المنطقة، كل مالها يعني وصلنا إلى مرحلة 40,000 شهيد، ناهيك عن أكثر من 1.5 مليون شرد، ناهيك عن عدم وصول المساعدات. وبالتالي اليوم دولة فلسطين للأسف تواجه ضعف، تواجه تخاذل، تعاطف أمريكي تجاه إسرائيل، وبالتالي يجب علينا اليوم عرب وكخليجي الوقوف مع دولة فلسطين. ما لنا حل إلا هو المبادرة الخليجية العربية المصالحة اللي هو الدولتين قابل السلام، وتكون فلسطين يزدهر عضوة في الأمم المتحدة، ومن ثم نتفاوض مع السلام، لأن دول خليجية وعربية بلا يعني بلا استقرار كأنها يعني بلا تنمية اقتصادية. وبالتالي اليوم حتى تبعات القضية اليمنية وإرهاقات هذا الخليج، وتعرف كوتشيني تكتب بناء بحرية حتى تصدير النفط والنفط في الخارج، نضطر نجد ضرب الصواريخ وتهديد اغتصابه. فاليوم يجب القضاء على هذه الاشياء، ويجب القضاء على الارهاب، انه معناته منطقه مبرزه من تقبل هل ينمي السلام من ان يضمن على دوله فلسطين، وكذلك اليمن حتى يكون اقتصاد وتنميه. اي مدى ملف الامن القومي العربي هو مهم، اللي هو احد البنود الاساسيه التي تروح على طاوله القاده والزعماء العرب، الى اي مدى هذا الملف هو مهم للاستقرار المنطقي؟ الملف طبعا هو بلا استقرار بلا تنمية صح التعبير، الدول العربية يجب عليها أن تستقر. أزمة السودانية كذلك يجب أن تستمر، اليمن يجب أن يستقر، لأن إذا كان استقرار فتكون اقتصاد فتكون شراكة تنمية مستدامة في التبادل النفطي، تنمية شراكة وطنية، شراكة عربية، نحية عربية، تنويع مصادر الدخل، لقير النفط كسياحة، كاستفادة من الغاز والبيئة والطبيعة. فبالتالي كل الأمور هذه تترجم على أرض الواقع، ولكن أم عطلنا السلام في المنطقة راح تعطل الاقتصاد ويكون بالضرر على الخليج وعلى الدول الحرارية. اليوم قاعد أذكر يمني عقد ثم طارئة استفلامي يما نفذ الإنسان في البلايك والنبال ويفدي مع ذي بالتأكيد، لكن الظروف المحيطة بها الاستثنائية وبالتالي حتى إسرائيل بتيم واتيب أن توقعت يعني قبل أن يسقط لم تلتزم بها، بل توسعت ودعلت طرف. فبالتالي اليوم وقت غير مستقر، الوضع غير صحي، هازبين، عدم وصول المساعدات غذائية، أكل، مواد غذائية، مواد طبية، بالتالي راح تأثر في المنطقة. اليوم دولتين مقابل السلام، وتكون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وتكون هي في الأمم المتحدة، وبالتالي راح تنبني المنطقة للأمن والأمان والاستقرار الأدوي، تنمية اقتصادية وتنمية مستدامة لما لصالح الشعوب الفنجية والعربية لصالح البلاد والعباد. جزيل الشكر الدكتور عيسى العمري المحلل السياسي الكويتي والكاتب بشأن الخليجي، شكرا جزيلا.